بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة، درس النهاردة معانا هو طرق التكاثر في الكائنات الحية. تعالوا مع بعض نشوف طرق التكاثر الموجودة في الكائنات الحية. تتخذ الكائنات الحية دايما عدة سبل بتتكاثر بيها عشان تقدر تحافظ على النوع، والسبل دي بتنقسم في طريقتين أساسيتين. الطريقة الأولى هي التكاثر اللا جنسي، والطريقة الثانية التكاثر الجنسي. هناك كائنات تتكاثر جنسي في دورة حياة واحدة فيما يعرف به تعاقب الأجيال. تعالوا مع بعض نشوف كل واحدة وندرسها لوحدها. التكاثر في الأول تعريفه هو إيه؟ عملية حيوية يقوم بها الكائن الحي بغرض الحفاظ على نوعه وحمايته من الانقراض وزيادة أعداده. أول نوع معايا هو التكاثر اللاجنسي. خصائصه العامة بيحافظ على ثبات الصفة الوراثية للنوع، غير مكلف للوقت والطاقة، بيوفر كتير جدا في النسل ونتمكن من جميع أفراد النوع من الإنجاب. كيفية حدوثه؟ بينفصل جزء من الجسم سواء كان خلية جرثومية واحدة أو مجموعة خلايا إلى أفراد تشبه الفرد الأول اللي هو الفرد الأبوي. نوع الانقسام اللي بيعتمد عليه، بيعتمد على انقسام اسمه انقسام ميتوزي لخلايا الكائن الحي. بيكون عدد الصبغيات في الخلايا الأفراد الجديدة مماثل لعدد الصبغيات للكائن الأصلي اللي تم الانقسام منه. خصائص الفرد الناتج ده بيبقى ايه؟ بشبه الفرد الاصلي في جميع صفاته، يتسلم مادته الوراثيه من اب واحد، مما يعرض النسل الناتج للهلاك اذا حدث تغير مثلا في البيئه. حراره شديده جدا موتت الكائنات دي، مش هتقدر تتاقلم معاها لان الماده الوراثيه تشبه تماما الماده الوراثيه للاب الاصلي. شيوعه هو شائع في عالم النباتات، بيقتصر وجوده على بعض انواع الحيوانات البدائيه. صور مختلفة، بيكون زي التبرعم والتجدد، التوالد البكري، الانتشار الذاتي، زراعة الأنسجة والتكاثر بالجراثيم. تعالوا مع بعض نشوف أول حاجة معايا هي الانشطار الثنائي. من الأمثلة عليها الكائنات الحية زي الأميبيا والباراميسيوم كحيوانات أولية، والبكتيريا وبعض الطحالب البسيطة كنباتات أولية بتتم في الظروف المناسبة. تعالوا مع بعض نشوف الباراميسيوم. تنقسم النواة ميتوزيا، وبعد كده تنشطر خلية جسم الكائن الحي اللي هو البراميسيوم. تظهر بعد كده بعد الانقسام بتنقسم لنواتين، وتنقسم النواة الكبيرة والنواة الصغيرة، وتنقسم الفجوات أيضا، وتنتج لي في الآخر فردين جديدين. التكاثر في الأميبا بيتم بالانشطار. إذا ساءت الظروف حول الأميبيا فإنها تفرز حول نفسها غلاف كيتيني. تنقسم الأميبيا عادة بداخل الحوصلة الكيتينية بالانشطار الثنائي أيضا المتكرر، لتنتج العديد من الأميبات الصغيرة. عند تحسن الظروف بتتحرر الأميبا دي الصغيرة من الحوصلة. صور التكاثر اللاجنسي زي التبرعم. من أمثلتها الكائنات التي تتكاثر بالتبرعم كائنات وحيدة خلية زي فطر الخميرة. فيه بينشأ البرعم كبروز صغير جدا خارج من الخلية الأصلية. تنقسم النوايا ميتوزيا لنوايتين، واحدة فيهم بتبقى الخلية وبترحل للآخر للبرعم الذي ينمو تدريجيا، يبقى متصلا بالخلية الأم، بيكتمل نموه بعد كده متصل مع غيره من البراعم النامية مكونة مستعمرة خلوية لوحدها. عندي تاني حاجة كائنات عديدة الخلايا كالإسفنج والهيدرا اللي هي من الجوف ومعويات بتتكاثر بيه التبرعم. عندي الإسفنج وعندي الهيدرا. خطواتهم بيحصل ايه؟ ينمو البرعم على شكل بروز صغير من احد الجوانب زي ما احنا شايفين بفعل انقسام الخليه البينيه بتميزها الى برعم. بعدين البرعم ده بينمو تدريجيا ليشبه الهيدرا الام تماما، ثم ينفصل عنها بعد فتره ليبدا حياه مستقله. بيلاحظ دايما في الاسفنج والهيدرا لهما تكاثر جنسي الى جانب قدرتهما على التجدد. معايا التجدد. هناك حيوانات تستخدم التجدد في تكاثرها لزيادة أعدادها عندما يقطع من الجسم جزء ما فينمو مرة أخرى إلى جزء آخر زي الهيدرا والبلناريا ونجم البحر. التجدد في البلناريا، دودة هي مفلطحة طليقة. إذا قطعت دودة البلناريا بمستويات عريضة لعدة أجزاء أو مستوى طولي لجزئين، فإن كل جزء ينمو إلى فرد جديد. الدودة لو قدرت أقسمها بالعرض كده او قسمتها بالطول، هتقدر كل جزء منها ينمو لدوده منفصله زي في الصوره اللي الشكل الموجود دي، هي دي دوده البلناري. يختلف استخدام التجدد في الكائنات تبع لرقي الكائنات، حيث يمتلك الكثير من الحيوانات والنباتات القدره على استخدام التجدد في تجديد الاجزاء المفقوده من جسمها، ذلك عند تعرضها لحادث او تمزق
جزء ما في جسمها، كما في حالة قطع أحد أذرع نجم البحر اللي هو من الجلد شوكيات، أو تمزق في الهيدرا والإسفنج أو بعض الديدان زي ما قلنا. التجدد في الهيدرا من الجوف ومعويات، قلنا إذا قطعت جزء من الهيدرا في مستوى عرضي فإنها تستطيع أن تنمو لهيدرا جديدة. والتجدد في نجم البحر، علاوة على استخدام نجم البحر لعملية التجدد في تعويض الأذرع المقطوعة، بيستخدم أيضا التجدد في زيادة أعداده، ذلك إذا كان الذراع المقطوع معه جزء من القرص الوسطي يمكن أن يتجدد لنجم بحر كامل في فترة وجيزة. زي ما احنا شايفين الهيدرا لو اتقطعت بالعرض بتر عرضي، كل جزء، الجزء اللي تحت بينمو ليصبح هيدرا أخرى، والجزء اللي فوق بينمو ليصبح له ساق هيدرا مكتملة. من الطريف ان نجم البحر بيعتبر من الافات الخطيرة على محار اللؤلؤ، فكل نجم بحر يلتهم 10 محارات تقريبا يوميا، وكان رعاة محار اللؤلؤ بيجمعوا نجم البحر وبيقطعوه وبيلقوه في البحر ظنا منهم انهم قد ابادوه، ولكن في الحقيقة انهم كانوا بعد كده عرفوا انهم كانوا بيعملوا على اكساره بدون قصد، لذلك لجأوا الى حرقه بعناية على الشاطئ بعد تجميعه. عندي برضو مثال تاني، في كائنات تستخدم التجدد في تعويض بعض الأطراف المبتورة زي القشريات زي الجمبري وبعض البرمائيات. تستخدم الفقريات العليا التجدد في التئام جروحها المحدودة في الجلد والأوعية الدموية والعضلات، لأن طبعا الفقريات بتبدأ من الحيوانات الثديية ما بتقدرش تعمل تجدد لأطرافها المبتورة. مما سبق نلاحظ أن القدرة على التجدد تقل برقي الكائن الحي، يعني كل ما ارتقي بالكائن الحي فوق كل ما قلت فرصته في أنه يقدر يجدد جزء من أجزاء جسمه. التكاثر بالجراثيم وتكاثر لا جنسي بيعتبر نوع من التكاثر اللاجنسي. بعض النباتات البدائية زي فطر عيش الغراب وعفن الخبز وبعض الطحالب، بعض النباتات المتقدمة كالصراخس بالإضافة لتكاثرها الجنسي. دي صورة للصراخس وصورة لعفن الخبز وصورة لعيش الغراب. الجرثومة هي عبارة عن خلية وحيدة متحورة للنمو مباشرة، بتتكون من سيتوبلازم فيه كمية ضئيلة من المية ونواة وجدار سميك. تتميز إذا نضجت الجرثومة دي تتحرر من النبات الأم، تنتشر في الهواء، تسقط في وسط مناسب، فتبدأ تنمو بامتصاص بعض الماء ويتشقق جدارها لينقسم عدة أفراد أخرى ميتوزيا حتى تنمو لفرد جديد. مميزات التكاثر بالجراثيم، سرعة الإنتاج بتعطي آلاف الجراثيم في ثواني، تحمل ظروف تحمل ظروف بيئية لكونها محاطة بجدار سميك، انتشار لمسافات بعيدة لقدرة الهواء على حملها زي اللي بنشوفه بالظبط في عفن الخبز، بتطاير بسرعة جدا وتقدر تعفن لي جزء كبير جدا من الخبز في وقت بسيط. عندي أيضا التوالد البكري، معناه قدرة البويضة على الانقسام والنمو لتكوين فرد جديد بدون إخصاب، يعني بدون مشيج ذكري. يعتبر التوالد البكري نوع خاص من التكاثر اللاجنسي، لأنه يحدث لبويضة جاءت من الأم بعن الأبناء تنتج عن أحد الآباء فقط. صور التوالد البكري، تولد بكري طبيعي وتوالد بكري صناعي. البكري الطبيعي يحدث في بعض الكائنات كالنحل والقشريات وحشرة المن وبعض الديدان، أما التوالد التاني هنحكي عنه بعد ما نقول ان التوالد البكري في النحل معروف ان ملكة النحل لها القدرة على وضع نوعين من البيض، النوع الاول غير مخصب بيعطى للذكور، والاخر مخصب يعطي شغالات وملكات، ويتوقف ذلك على نوع الغذاء والعدد الصبغي للذكور. يعني اذا كانت كويس فهي هتنتج لي بيض غير مخصب بيديني ذكور، وإذا كلت من أكل نوع تاني مختلف بتقدر تديني شغالات وملكات، وأيضا بيتوقف على العدد الصبغي للذكور. التولد البكري في حشرة المن، وجد في حشرة المن البويضات بتنتج من انقسام ميتوزي، لذلك تنمو إلى أفراد ثنائية المجموعة إي الصبغية. التوالد البكري الصناعي، أمكن إحداث توالد بكري صناعي في نجم البحر والضفدع بتعريض بويضاتها لصدمة حرارية أو كهربية أو إشعاع أو بعض الأملاح والرج والوغز بالإبر كذا كذا حاجة في بعض، فبتعمل هذه المؤثرات على تضاعف صبغياتها بدون إخصاب لتنتج أفراد تشبه الأم. وأمكن أيضا تكوين أجنة مبكرة من بويضات الأرنب باستخدام منشطات مماثلة. عندي زراعة الأنسجة، يتم زراعة الأنسجة بدراسة النباتات والحيوانات وإنمائها في وسط غذائي شبه طبيعي، ثم متابعة تمييز أنسجتها وتقدمها نحو إنتاج أفراد كاملة من أمثلة ذلك زراعة الأنسجة.
زراعة الجزر في لبن جوز الهند تتم كالآتي: عندي بجيب جزء من الجزرة وبحطه في لبن جوز الهند، بيحتوي على أكسينات وعناصر غذائية تأخذ في النمو وتبدأ تكون لي نبات جزر جديد. فصلت بعد ذلك خلايا منفردة من نفس أنسجة النبات وزرعت في لبن جوز الهند، فيتم برضو الحصول أيضا على نبات كامل بعدها. كيفية حفظ الأنسجة المختارة للزراعة؟ تحفظ الأنسجة دي في نيتروجين سائل، وبعد ما تبرد لمدة طويلة جدا مع الحفاظ على حيويتها عشان أقدر أزرعها بعد كده. تتقدم هذه التقنية كما يأمل العلماء، سوف تستخدم لحل مشاكل الغذاء واختصار الوقت اللازم لنمو المحاصيل المنتجة، وذلك بإكسارها بنفس الطريقة. عندي زراعة نبات الطباق، تم الحصول على نبات طباق كامل بفصل خلية من أوراق الطباق وزراعتها بنفس الطريقة. من أهم نتائج التجربة دي إنها أكدت إن الخلايا النباتية الحية اللي بتحتوي على المعلومات الوصية الكاملة للكائن يمكن أن تصبح نبات كامل إذا زرعته في مكان ووسط مغذي مناسب يحتوي على هرمونات مناسبة للنبات ده. يعني أي خلية نباتية حية حطيتها في مكان كويس مناسب، وسط غذائي مناسب، هرمونات مناسبة بتناسب النبات ده، هتقدر تنمو وتعطيني نبات حي كائن كامل. فوائد زراعة الأنسجة: إكسار النباتات النادرة، إكسار نباتات ذات سلالة ممتازة، إكسار نباتات مقاومة عالية للأمراض. في أيضا اختصار الوقت اللازم لزراعة ونمو المحاصيل، حل مشاكل الغذاء وحفظ النباتات لمدة طويلة. وصلنا مع بعض الجزء الملخص: صور التكاثر اللاجنسي، عندي انتشار ذاتي، التبرعم والتكاثر بالجراثيم، التجدد والتوالد البكري وزراعة الأنسجة. علل أهمية التكاثر للأنواع وليس الأفراد، تقل القدرة على التجدد برقي الحيوان. الأسئلة دي مع بعض بنقدر نحلها، لو ما قدرناش نحلها بندخل على موقع نفهم وبنكتب الأسئلة بتاعتنا ونقدر برضو نحلها سوا. مع نفهم نتعلم ببساطة.